إذن على بركة الله مشاهدينا أوفياء مشاهدين شوف تي في، فينما كنتم مرحبا بكم معنا في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا أمام الزاوية اللي كت الزاوية اللي كتفصل ما بين شارع بوردو وشارع أنفا. حريق اللي شب هنا في هذه المنطقة الفارغة، يعني لاحظوا معايا هاد البقعة الأرضية الفارغة، كتذكروا معايا الناس اللي قدام ربما هنا، كانت هنا كانت واحد ستاسيون، ما كان هاد ستاسيون ملي تحيدت ستاسيون بقات هاد البقعة الأرضية فارغة. فداخل هاد البقعة الأرضية الفارغة كانت شاعلة العافية هنايا، ولكن لحسن الحظ كان تدخل ديال الوقاية المدنية، كذلك العناصر الأمنية لاحظوا معايا اللي بقى حاليا بقى العناصر الأمنية، لاحظوا معايا العناصر الأمنية راه باقا حاليا هنا، هما لاحظوا معايا العناصر الأمنية هي اللي باقا هنايا من بعد التدخل كما قلت. لاحظوا ها هي المياه ديال الوقاية المدنية اللي كانت هنا واشتغلات على أساس أنها تطفي العافية، باقا ريحة الدخان كاين هنايا. غير اللي كيثير الاستغراب واللي خصو يتحد هو هاد البارير، هاد المسافة أو هاد السياج، هاد المطراج اللي داير هاد السياج هذا، فهو غير كافي كي يسمح لبعض المتشردين أنهم كيقطعوا هنا. لاحظوا هاي العافية، شوفوا هاي، شوفوا النار اللي كانت شاعلة هنا، هاي الشيء هاهي، هذه النار كانت شاعلة هنا، يعني لولا الألطاف الإلهية وكذلك تدخل ديال رجال الوقاية المدنية. لاحظوا معايا شوفوا هاي العلامات ديال، شوفوا هاي هذه علامات ديال العافية اللي كانت شاعلة هنا، هانتوما لاحظوا كما قلت. علاش الماء ما كيبانش هنا؟ لأنه رجال الوقاية المدنية دخلوا لداخل ديال البارير هنا، قطعوا الجهه الاخرى فين استطاعوا انهم يخمدوا هذا الحريق هذا. هانتوما لاحظوا هنا الداخل فين كان ذاك الحريق، ولكن كما قلت رجال الوقايه المدنيه استطاعوا الحمد لله. هذا الماء اللي كاين هنا راه ديال التيوات، ديال التيوات اللي بداو كيجمعوا فيهم هنا، اما الحريق فهو كان لداخل والعافيه كانت خارجه هنا برا، هنا خارجة برا. ولكن اكيد القوانين ديال الفيسبوك ولا الاداره ما كتسمحش اننا نشدوا العافيه او الدخان ولا شي حاجه، لهذا فحاولنا اننا نعطوكم غير اشنو اللي وقع هنايا. واكيد كاين واحد الريل غادي يتحط عبر قناه الشعب قناه شوف تي في اللي فيه التفاصيل ديال تواجد الوقايه المدنيه وكذلك الدراجين ورجال الامن اللي جاوا حضروا لعين المكان ديال هذا الحريق هذا. اذا المرات الاخرى كنذكروا بانه خاص يدار حل، اكيد خاص يدار حل مع هاد المتشردين اللي كيقطعوا هنا لهذا البارير هذا او هذه الارض الخلاء او هذا الفضاء هذا، خاص يدار حل، خاص على الاقل هاد الحاجز هذا ارتفع شويه او يديروا ليه شي حاجه اللي تخلي انه حتى شي واحد ما يقدر يطلع، حتى شي واحد ما يقدر يطلع لفوق. اذا لانه هاد الارض هذه او البقعه الارضيه جات واحد المنطقه حساسه بزاف، جات واحد المنطقه حساسه اللي جات هنا في التقاطع، كيف ما كنقولوا التقاطع ديال شارع انفا، شارع انفا مع بوردو. لهذا كما قلت صعيب 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 بزاف الناس علاش الله يستر شي عافيه هنا، فصعيب صعيب صعيب بزاف. كاينين مؤسسات هنا، كاينين شركات، كاين العديد من الامور هنا، صعيب الله يستر الله يستر العافيه هنا. ولكن هذا الشيء ما غيمنعش انه خاص يدار حل، لانه ماشي غير هذه المره، راه تقريبا هذه ثاني او ثالث مره اللي العافيه كتشعل في هذه المنطقه هذه، ثاني او ثالث مره، تقريبا الثالثه في المرات نفس السيناريو كيتكرر، نفس السيناريو كيتكرر. لاحظوا معايا لانه كاين هنا النخل، ها هو الجريد لداخل ديال هذا البارير هذا، راه كاين
كاين داكشي ديال كما قلنا ديال الشجر الكارم، كاين داكشي ديال البقايا ديال كما كنقولوا النفايات الهامده او العديد من الامور اللي قابله للاشتعال، الشيء اللي خلى الوقايه المدنيه كما قلنا تدخلات، والحمد لله ان الامور رجعت للنصاب ديالها. ولكن احتالين غادي نبقاو ديما ليس كل مره تسلم جره، الحمد لله هذه المره هذه كما كنقولوا هي خرجت بخير، يعني استطعت كما كنقولوا الوقايه المدنيه. غنعاودوا نذكركم، هانتوما لاحظوا معايا، غنعاودوا نذكركم، شوفوا هذه الحاله كيف دايره. شوف شتي هاي البقايا ديال النار هذه اللي كانت هنا، هاي شتي البقايا ديال النار هي باقا جديده، هانتوما شوف ريحة العافية باقا، شتي ريحة العافية باقا عاطية، هاي ريحة العافية، هانتشوفوا معايا. شوف لا حول ولا قوة الا بالله. اذا كيف ما قلنا هذا الشيء هذا ما غاديش يتحبس هنا، باقى الامور تقدر تتطور الله يسلم لما هو أسوأ، هذا الشيء اللي ما بغيناش هذا السيناريو وقع، الى ما تمش تدارك الموقف ودار حل لهذا البارير هذا، فاكيد ما غاديش نشوفوا غير هذه المره، لان ثالث مره غادي يوقع هذا المشكل هذا. ولكن كما قلت تدخل بطولي الوقايه المدنيه اللي كان في اول لحظه، تدخل ديال الامن كان اللي حضر بعين المكان، شفتوا معنا السياره ديال الامن، كانوا العديد من تقريبا جوج سيارات، كانت وحده كبيره وكانت هذه اللي شفتوا دابا اللي مشات حاليا، وكانوا الدراجين تقريبا شي اربعه ديال الدراجين اللي كانوا مختلف الرتب. اذا كما قلت تدخل البطولي ديال الوقايه المدنيه وديال الامن حال دون وقوع كارثه هنا بملتقى شارع انفق مع شارع بوردو. اذا كنتمنوا السلامه للجميع، ما بقى لي الا نودعكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.